الحبسي كما عهدنا دائما عن الحبسي الحارس الاحسن خليجيا في الاعوام الاخيره. وادي امامنا الكرات العاليه، مش معقول مش معقول مش معقول. ادي امامنا هنا اللاعب مات ماكاي، لكن الكره العاليه فين الدفاع؟ حذرنا من الكرات العاليه. وادي امامنا هنا الراجل سيلسبري يريح كوره براسه الى مات ماكاي، ومات ماكاي يسجل في هذه اللحظات في الدقيقه 27 الهدف اللي بياتي من خلال الركله الركنيه. ادي امامنا هو الراجل طالع لوحده خالص وصلح الكوره. الرقابه غائبه ما بين دفاع المنتخب العماني، تاه الدفاع العماني. ادي امامنا هنا سيلسبري اللي بيلعب في زفول امامنا هنا في هذه اللقطه، هو يصلح كوره الى اللاعب اللي ما تفلسفش مات ماكاي. سهله، هديه، اداله هديه وحولها على خطيره، والهدف الثاني عن طريق اللاعب اللي امامنا هو اللاعب روبي كلوز في لحظه من لحظات الغفله التي لا تاتي الا في هذه المباراه الحاسمه والهامه. وكروز امامنا هنا في رحله نحو المرمى العماني في لحظات صعبه جدا بعدما سجل ماكاي في الدقيقه 27. وادي امامنا بقى الخطا هذه المره من العمق، يا سلام لونجو عملها حلوه قوي، وكروز انطلق في حراسه عبد السلام عامر وايضا جابر عويسي وعلي الحبسي. صعبه، الكوره سريعه وقويه، والمره دي بقى من العمق العمق. المره دي هو الاداء الاسترالي اللي بيقدمه اوراق يعني اعتمادهم جدا الى روبي كروز. واوعى الثالث، اوعى الثالث، لكن هنا في خطا في خطا في خطا. ادي امامنا الكوره، في خطا في مسك كان في الكوره الماضيه. ادي امامنا هنا الاعاده، وحكم اللقاء بيلغي هدف في اللقطه الماضيه. هدف امامنا هو لمارك ميليجن، مارك ميليجن، وحكم اللقاء بيدي ايه؟ بيدي ركله جزاء. حكم اللقاء ادي هي من اولها كده شكلها تسلل، لكن في ركله جزاء على عبد السلام. عبد السلام عامر عامل هنا ايه؟ وحكم اللقاء ما اداش تحت الفرصه والغى الهدف اللي جابه ميليجن عشان ياخدوا ركله جزاء في شوط الاخطاء الدفاعيه القاتله. وحكم اللقاء السيد ساتو الياباني يحتسب ركله جزاء للاعب اللي كان تعرض للمسك، اللاعب عبد السلام عامر مع اللاعب تيم كاهل. وادي امامنا هنا مارك ماليجن اللي بيسجل يعني من كرات الثابته، واللي جايب هدفين دوليين في 34 لقاء. بيغيب اللاعب جيدناك اللي سجل في الكويت من ركله جزاء، هو بيتولى المهمه. هل يزيد من الجراح العمانيه ام يتالق علي الحبسي؟ وبالفعل هدف للاعب مارك ماليجن في شوط اول. المنتخب الاسترالي يحقق المراد ويحسم الامور تقريبا بهذه الثلاثيه النظيفه امام منتخب العماني الذي سقط في جميع الاخطاء في شوط المباراه الاول. ركله جزاء، ادي الهدف اللي جابه ميليجن، وحكم اللقاء كان صفر قبلها عشان كده ده ركله جزاء، والكره كان سجلها ميليجن والغي الهدف ل